السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد ونهار جديد. اليوم أخوتي كنتواجدوا في المحبس، جينا لكم باش نصوروا لكم هذه المسيرة اللي كبيرة. اللي عليكم وتبعوا الفيديو من البداية الثانية. ما تنسوا أخوتي إلا كان أول مرة كتشاهد القناة ديالي، ضغطوا على زر الاشتراك والجرس واللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما. كما كتشوفوا معنا اخوتي الاجواء خاص في المحبس اليوم لحد زوينه بزاف صراحه. بزاف ديال الناس جاوا لهذا المكان باش يديروا المسيره كبيره وغيحتفلوا على الصحراء المغربيه، والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. صراحه غادي نحاولوا نكتشفوا لكم اي حاجه جديده في هذا المكان باش نكون واضح. احسن حالات الفتاة جلها، احسن حالات الفتاة جلها، تواضع للناس وهو رفيع اغنى شيء كريما
جمهور شوي كما كتشوفوا معنا اخوتي مباشرة من المحبس، كما كتشوفوا هاد المسيرة وهاد الحفلة زوينة بزاف صراحة. غادي نكتشف لكم، غادي نصور لكم اي حاجة جديدة في هاد المكان. بزاف ديال الناس خصوصا من جهة قلمين نوح ديال قلمين طنطان سيدي إفني عتبة عمران اي منطقة جاو باش يشاركوا هاد المسيرة اللي كبيرة زوينة بزاف. غادي نحاولوا نبارطاجي معكم اي جديد خاص في هذا المكان، غادي تكتشفوا كل شيء. اللي عليكم هو تتبعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه. ما تنساو اخوتي كل اول مره كتشاهد القناه ديالي تضغطوا على زر الاشتراك وجرس واللايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما في الجديد. غير تبعوا هذا الفيديو طوب اخوتي وحق الله ما غاديش تندموا، غير تبعوه من البدايه حتى النهايه. كما كتشوفوا هاد المجموعة حتى هي واقيلة ديال الأحواش، غادي تكتشفوا شي حاجة زوينة شي حاجة طوب باش نكونوا واضحين. صراحة المحبس طوب واعر خاص في الصحراء المغربية، والمغرب في صحراء ايه والصحراء مغرب في مغربية. كما كتشوفوا مجموعه ديال الاحواش غادي تقدم احواش ديالها بالطريقه ديالها كننتظروها. والتحيات للساكنين ديال القلميم ديال جهه قلميم حتى هما اللي جاوا داروا واحد المجهود ضربوا بزاف ديال الكيلومترات باش يشاركوا في هذه الحفله وهذه المسيره.
تحياتي الساكنة ديال كلميم، تحياتي المسؤولة ديال كلميم، تحياتي الرئيسة ديال جهة كلميم مباركة بعيدة، تحياتي لكم كاملين الناس اللي قاموا الواجب وداروا واحد المجهود باش يديروا هاد المسيرة اللي زوينة غادي تبقى في التاريخ. باش نكون واضحين، هاد المسيرة وهاد الاحتفال بعد أمريكا اعترفت بالصحراء المغربية والمغرب في صحراي والصحراء في المغربة ولات التاريخ، دخلنا التاريخ. أول مرة في حياتي كنجي للمحبس، الأجواء هنا في البرلمان زوينة بزاف، الأجواء في المستوى، الناس كتحتفل، الناس الله عمرها دار، الناس ديال هاد المكان زوين بزاف. غادي نحاولوا نبارطاجيو معاكم أي حاجة جديدة في هاد المكان. كما كتشوفوا اخوتي بعد المجموعه هنا كاينين بزاف ديال الناس. تحياتي للقبائل كاملين اللي شاركوا في هذه الحفله وفي هذه المسيره، قبائل ديال صحراوة تحياتي لهم كاملين بواحد بواحد. كما كتشوفوا بخير هكا سالا غير درتش واخا واخا كتفرج الناس كتحتفل. اليوم ديالنا اليوم ديال الاحتفال، اليوم ديال النشاط، اليوم ديال المسيره. المسؤولين المهم القضيه زوينه في هذا المكان في المحبس. حاولت باش نكتشف لكم الداخل هنا فاش بادي الاحتفال والمحبس هو هذا خوتي، هذه هي المحبس في الصحراء المغربيه. كما كتشوفوا الاجواء هنا، الاجواء في المستوى، المكان ديال الاحتفال هو هذا. اش غادي نقول لكم زوين بزاف كما كتشوفوا تماما. المكان في المحبس اليوم الحد جينا هنا باش نضامنوا بعضياتنا ونضامنوا ونحتفلوا بالصحراء ديالنا الصحراء المغربيه. المهم اش غادي نقول لكم، الالاف ديال البشر اللي جاوا باش يشاركوا في هذه المسيره اللي كبيره عندنا في 2020 خاص في المغرب، على قبل ارضنا على بلادنا الصحراء المغربيه. كما كتشوفوا غنحاول نقرب لكم هاد الحافلات كما كتكتشفوهم كلهم، كل منطقه فين جاو. كاينين صحاب كلميم، كاينين طنطان، كما قلت لكم كل منطقه باقي ما عرفناش بزاف ديال المناطق خاص في المغرب جاو باش يضامنوا في هاد الحفله في هاد المسيره اللي كبيره في التاريخ 2020. كما كتشوف صراحة عندي واحد الإحساس أخوتي زوين بزاف. صراحة ملي وصلت المحبس فرحت بزاف، لقيت بزاف ديال الناس، لقيت بزاف ديال المتابعين ديالي كاينين في هذه الحفلة في هذه المسيرة. واش غادي نقول لكم، الأرض زوينة بزاف، الأجواء هنا زوينة، ما كاينش الحشاش لا والو. كما كتشوفوا حاليا كنتواجدوا في المحبس في الصحراء المغربية، وأول مرة في التاريخ ديالي كنجي لهذ الأرض وكنجي للمحبس، هو شرف لي كبير صراحة والله باش نكونوا واضحين. صافي لاباس عليك بخير الله يحفظك اخويا. كما كتشوفوا باقي كاينين تصريحات ديال الناس، نحاولوا ندخلوا كما كتشوفوا.
في الأحواش. بارك الله عليهم، هذا الإبداع ديالهم خاص أحواش. تحياتي للمتابعين ديالي، صراحة الحمد لله وكنحب جينا لهذا المكان، لقيت بزاف ديال المتابعين ديالي، هما كيعرفوني وانا ما كنعرفهم. كما قلت لكم اخوتي غادي تكون بزاف ديال الاحتفال هنا ان شاء الله، باش ما عرفناش المجموعه اللي غادي تهضر هنا. تماما كما كتشوفوا معنا خرجنا من الحفله هنا في البلاصه، كما كتشوفوا بعض الناس بزاف ديال المسلمين هنا. تحياتي لهم، برافو برافو، يا سلام يا سلام، هذه هي المسيره ديال بصح. شوف اخوتي، شوف تبارك الله، الالاف ديال البشر اليوم الحد خاص 2020 في المحبس. تماما كما كتشوفوا، الله يجازيكم بالخير، تعرفوا عنا مزيان بالدار الطيب، خصوصا اللي جاي من بيت الكامل، باش نبداو ان شاء الله.